السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الحالة الوحيدة التي يمكن لنا أن نهمل تأثير المياه الجوفية أسفل الأساسات أسفل الأواعد؟ وصلت لتربة تأسيس صالحة في مياه جوفية بعد منسوب التأسيس على مسافة متر على مسافة 2 متر على مسافة 4 متر. ما هي الحالة الوحيدة التي يمكن لنا أن نهمل تأثير المياه الجوفية في هذه الحالة؟ لو حضرتك وصلت المنسوب تأسيس صالح للتأسيس ولقيت المياه الجوفية بتاع حضرتك على بعد يساوي عرض القعدة أو أكبر من عرض القعدة مقاس من منسوب التأسيس لأسفل، يعني افترضنا أن منسوب التأسيس بتاع حضرتك ماينس 2 ومنسوب المياه الجوفية ماينس 4 وعرض القعدة متر ونص، إذن منسوب المياه الجوفية أسفل منسوب التأسيس ب2 متر وانا عرض القعدة بتاعي متر ونص. لو انا المسافة المقاسة من منسوب التأسيس لحد المياه الجوفية اكبر من عرض القعدة، يمكن لك في هذه الحالة ان تهمل تأثير المياه الجوفية. يبقى باختصار يا جماعة، لو لقينا المياه الجوفية منسوبها اقل من منسوب التأسيس بمسافة تساوي عرض القعدة او اكبر من عرض القعدة وانا وصلت لتربة صالحة للتأسيس، يمكن اهمال تأثير المياه الجوفية. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ليه يا جماعة لو المياه الجوفية على عمق أكبر من عرض القعدة مقاسم منسوب التأسيس بنهمل تأثير؟ ببساطة يا جماعة، كلنا عارفين وجود المياه مع أي تربة بيقلل من الكثافة الفعلية للتربة. يعني إيه الكثافة الفعلية للتربة يا جماعة؟ عشان نفهم الكثافة الفعلية للتربة تعالوا ناخد المثال ده يا جماعة. جيب عينة من التربة وخلط عليها بعض المياه، روح وزن العينة دي يا جماعة وهات حجمها، هنقدر نحصل على الكثافة. الكثافة دي اسمها الكثافة المشبعة أو الجاما ساتوريتد للتربة. الجاما المشبعة دي وليكن يا جماعة طلعت معانا وليكن 2 طن على المتر المكعب. اللي شايل معانا الأحمال أصلا هي الكثافة الفعلية، لأن المياه الجوفية يا جماعة ممكن تزيد وممكن تقل. الكثافة الفعلية اللي هي كثافة التربة بدون مياه. لما أجيب كثافة التربة بدون مياه، أي التربة اللي شايلة معانا الحمل، هنقول الكثافة بدون مياه بتساوي الكثافة مع وجود المياه ناقص كثافة المياه. كثافة المياه يا جماعة دايما معروفة 1 طن على المتر المكعب، وانا قلت في المثال بتاعي وليكن العينة بتاعتي طلعت كثافتها وهي مشبعة بالمياه 2 طن، اذا الكثافة الفعلية بيساوي 2 طن المشبعة ناقص كثافة المياه بيساوي 1 طن. اذا الكثافة قلت معانا يا جماعة. لو ما كانش عندي مياه جوفية من الاصل ورحت اجيب كثافه التربه بدون وجود مياه جوفيه، ما كنتش الاقيها 1 طن، كنت ممكن الاقي التربه بتاعتي وليكن 1.8 طن. اذا وجود المياه الجوفيه مع التربه يا جماعه بيقلل الكثافه الفعليه، بيقلل قدره تحملها، وده ممكن نشوفه في معادلات ترزاجي يا جماعه. العالم ترزاجي عمل لنا معادله كده نقدر نحسب منها قدره تحمل التربه. من المعاملات اللي بتاثر في المعادله دي يا جماعه كثافه التربه. معادلة الترزاج يا جماعة بتقول لنا ان قدرة تحمل التربة بتتأثر بكثافة التربة اسفل منسوب التأسيس. اذا كثافة التربة اسفل منسوب التأسيس لو مشبعة بالمياه الجوفية زي ما اوضحنا في المثال اللي فات يا جماعة، بتقل الكثافة الفعلية بتاعتها، فبالتالي هنلاقي الجزء الثاني من المعادلة اللي هو قدرة تحمل التربة قل. عشان كده يا جماعة كنا حريصين ان منسوب المياه الجوفية اللي بتقلل لي بالكثافة الفعلية للتربة تبقى بعيدة عن منسوب التأسيس. وقلنا يا جماعة إن لو منسوب المياه الجوفية على عمق أكبر من عرض القعدة هنهمل تأثيره. نهاية الفيديو، أتمنى يكون قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكراً.